كرة قصيرة عند سامح مرعبة ممكن يشوط سامح. يا سلام يا سلام يا سلام في وسط الملعب بتسديدة رائعة من بعيد من بعيد سامح يشوط يجرب حظه ولكن العارضة تصد وترد وتحمي مرمى مهدي. سيبة رائعة من سامح مرعبة. باسم من جديد الى سامح مرعبه. سامح يتقدم سجل غول يتقدم زيد سامح زيد عوده لمحمد باسم. محمد عصفور في القائم الاول ابعاد من سامح زيد وشهاب ورامي مسامح. سامح مرعبه سامح باليمين الى ساجد سامح محمد باسم كما عاد من بوابه الوحدات. سامح مرعبه سامح في المنتصف سامح مرة كرة لحسن مناع نعلي الأخير القوي أكيد اللي كان قمة ضد الشباب الخليل بهدف نظيف عن طريق المدافع مهدي عيسى. الجيري خسر أمام فريق سامح مرعبة سامح لزيد كلام لزيد تحرك هلا عند حسن مناع حسن لسامح مرعبة سامح رشها أمام هجوم فريق البير يعود سامح مرعبة سامح مرعبة محمد باسم سامح مرعبة سامح نقلة في اليمين للسادس في الكرة والدفاع من بشار تعود لسامح سامح لمحمد منصور رجعت للكرة سامح حضر ومحمد في التسديدة الرائعة.